اهلا بيكم في فيديو جديد في الفريلانس رايزنج جورو صامت، معاكم اسلام صلاح. وزي ما احنا متعودين في كل فيديو بيشرفني ضيف جديد من الناس اللي قدرت مؤخرا تنقل وتعمل شيفت كارير وتشتغل في حاجه ما كانش ليها اي علاقه بيها قبل كده، وانها تحول شغلها من شغل اوفلاين لشغل اونلاين، سواء الشغل الاونلاين ده كان حاجه هم شغالين فيها قبل كده او حاجه مختلفه تماما. معايا النهارده مشرفني استاذ محمد محمود. استاذ محمد كان شغال مسؤول تكنولوجيا في مدرسه، وبعد بدايه الكورونا والوضع اللي مرت بيه البلد في البدايه والناس كتير ابتدت تقعد في البيت، فكان مضطر ان هو يدور على مصدر لدخل اضافي من على النت. والموضوع ده رماه على منحه وزاره الاتصالات الخاصه اللي هي اف دبليو دي، ودرس هناك الويب ودرس هناك الماركتنج، وقدر بالفعل ان هو يشتغل على منصات زي فايفر وفريلانسر دوت كوم. فمش هتكلم اكتر من كده، هسيبه هو يتكلم عشان ما احرقش انا تفاصيل اكتر من كده. منورني يا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب احكي لنا بقى كده قصتك، وبدأت ازاي، وقول لنا عملت ايه. طيب تمام. انا اسمي محمد محمود عبده، من اسكندريه. بشتغل مسؤول اي تي او مسؤول تكنولوجيا معلومات في مدرسه، وستيل لحد دلوقتي يعني بشتغل نفس الشغل الصبح. كان بعد الظهر كنت بشتغل شغل تاني او عامل شغل تاني برضه في المدرسه، شغل برايفت كده في المدرسه بعد الظهر، زي اكاديمي كده لتعليم الروبوتكس والالكترونكس والبروجرامينج وكده. مش انا اللي بدرس، انا كنت ببنج الموضوع، يعني انا اللي عامل الموضوع وجايب بجيب مهندسين كل واحد في تخصصه، كهرباء في شغل الكهرباء، البرمجه، الميكانيكا، لان الموضوع كبير يعني. تمام. مع وبدأت كورونا رحلتك في الشغل الأونلاين يقف إمتى؟ يا عم مع فندم. كورونا. وبدأت رحلتك مع الأونلاين من الكورونا؟ كومبليتلي كومبليتلي. تمام. الكورونا جت، قعدنا في البيت خلاص، الشغل ده كله وقف، حتى المدرسه الشغل بتاع الصبح برضو كان اياميها وقف. فلقيت طبعا المنحه قدامي كانت طوق نجاه، يعني مش عايز اقول لحضرتك. ابتديت في الويب، الشالنج وبروفيشنال، يعني قعدت فيهم فتره ومجهود كبير جدا، لان انا ما كانش عندي فكره خالص على الموضوع ده، مع العلم ان انا اي تي، بس انا كان شغلي تكنيكال سبورت اغلبه ونتوركينج. يعني خلصت الشالنج وبروفيشنال ويب، وطبعا ابتديت اعمل بروفايل زي ما المنحه بتبتدي توجهنا ونقدم على الشغل والكلام ده. قعدت فتره بقى ما فيش. ابتديت بقى اسمع خبرات سابقه لناس قبل كده، وخاصه يعني انا كنت حابب حته الفيديو ايديتنج، فابتديت اسمع خبرات لحد جاله شغل كتير جدا في حته الفيديو ايديتنج كده، حمسني قلت ليه لا. يعني انا عامل البروفايلز على المواقع الفريلانسنج في التخصص اللي انا كنت بدرسه، طب ليه لا لما احط جيجز ملهاش علاقه وانا شايف ان هي عليها طلب. عملت بالفعل تمام. جيج على فايفر، خاصه بالفيديو ايديتنج، وسبتها شويه تدور الايام ويعني ومره واحده كده الاقي حد بيطلب مني فيديو لويب سايت، يعني يكون اللي هو الهيرو فيديو او الانترو فيديو بتاع الويب سايت. فالحمد لله عملته، ما دققتش في السعر خالص، اديته مش فيديو، اديته يعني فوق ال 30 فيديو بمعنى الكلمه. يعني بص، يعني انت قمت. يعني الراجل انبهر جامد جدا. هو ما طلبش شغل تاني، بس هو انبهر جامد جدا بالشغل ده. اخده حطه على الويب سايت بتاعه واداني ريفيو كويس، وقعدت تاني برضه. ما كملتش الشهر لقيت حد بيطلب نفس الشغل على نفس الجيج فيديو تاني. الحد ده ابتديت معاه فيديو، الى الان انا عامل معاه فوق ال 10 11 جيج في حاجات، دخلني بقى في قصص كتيره جدا. طلعت من الفيديو ايديتنج اول حاجه قال لي طب انا بشتغل في افيليت ماركتنج وبعمل لاندنج بيجز ومش عارف. قلت له معاك. شاف عايز اتعلم، هو عارف ان انا يعني ما عنديش الحته دي، بس عايز اتعلم مقومات، وثق فيا وابتديت. وابتدى يقول لي كونفرت كيت، حاجه عامله زي الميل شيمب كده، بتعمل لاندنج بيج اوتوميشن وميل اوتوميشن. قلت له معاك واتعلم، وبالفعل هو اشترى الاكونت بتاع كونفرت كيت وحطني عليه ادمن، وابتديت اعمل له لاندنج بيج، ابتديت اعمل اوتوميشن وانا ما عنديش زيرو نوليدج ماركتنج. خلاص الشغلانه دي اتحمست بقى لشغل الماركتنج. طبعا لما ابتديت ادخل في شغل ليه علاقه بالماركتنج ولقيت يعني مطلوب، فرجعت تاني لمنحه اف دبليو دي على تراك الماركتنج، وابتديت اخد التراك من اوله. خلصت الشالنج وخلصت البروفيشنال. في حاجه، في سيرفيز بتتبعت ان احنا الامباكت او بنقول راينا في الكورس او في الليفل اللي احنا درسناه. مليت السيرفي بعد البروفيشنال، جالي كسبت زي كود ادخل بيه على يوداستي ادرس اللي انا عايزه، اي حاجه انا عايزها.
فدرست دخلت الديجيتال ماركتنج برضو، كنت مخلص بالكامل بقى من عيدسي مباشره، فخلصته كله يعني، يعتبر خلصت الادفانسد كمان يعني لو حضرتك فاهم قصدي. وخلصت الماركتنج، وبعد كده رجعت عشان برضو انا عايز ستيل عايز شهاده الادفانسد، رجعت على الادفانسد برضو يعني مجرد بس اخدت الشهاده، وبرضو لاجل الحظ برضو بعد ما خلصت مليت سيرفي تاني وجالي $50 برضو على نون. فكل الحاجات يا جماعه اللي بتقولها المنحه ان هي يعني بتوفرها، لا فعلا بتوفرها، سواء جوائز او واتيفر يعني. وابتديت بعد كده بقى اخش في حته الماركتنج بباك جراوند كويسه بدراسه، وابتديت اركز في حته الماركتنج اكتر مع الويب يعني. الويب مع الماركتنج انا شايفهم بيكملوا بعض جامد جدا، خصوصا في الجيجز المتعلقه بالايميل اوتوميشن واللاندنج بيجز. انت قلت انك جبت في الاول شغل على فايفر، بعد ما اتعلمت الماركتنج قدرت ان انت تستغل الماركتنج ده في ان انت تشتغل بيه اي حاجه؟ طبعا يعني ابتديت بقى اعمل جيجز مخصوصه للماركتنج، ابتديت اعمل جيجز خاصه بالايميل اوتوميشن، ابتديت اعمل جيجز خاصه بالفيسبوك ادز يعني، ابتديت اعمل جيجز ريليتد جدا ومور سبيسيفيك للموضوع الماركتنج والتخصصات في الماركتنج والاس اي او يعني. المواقع اللي انا عملتها الحمد لله شلتها ديفلوبنج واس اي او برضو بسبب ان انا درست ماركتنج، فده سهل لي الموضوع جامد جدا يعني. طيب وكل شغلك دلوقتي على فايفر صح؟ يعني التركيز كله كده على فايفر 90%؟ 90% يعني. حاسس ان الالجوريثم بتاعت اختيار الناس او السيركل بتاعت ان انت تظهر للعميل يعني شايفها في فايفر كويسه يعني. طيب وايه نصيحتك للناس اللي عايزه تبدا على فايفر؟ فايفر انا بعتبره منصه انت بتظهر فيها بشكل عشوائي، يعني الناس هي اللي بتدور عليك مش انت اللي بتدور على الناس، او مش انت اللي بتعمل هانتنج للشغلانه. فايه نصايحك من وجهه نظرك اللي ساعدتك ان انت تبان في السيرش على فايفر وان الناس تعمل لك هايرنج انت تحديدا، وانت واحد لسه بادئ ما عندكش خبره ولا بورتفوليو ولا اي حاجه؟ كسرت الحته اللي في الاول دي ازاي؟ السعر الاس اي او، فايفر عليه اس اي او يعني، اظبط التايتل بتاعك واظبط الديسكريبشن، اظبط الاس اي او بتاعك والسعر، والجيج نفسها تكون مطلوبه يعني، الجيج نفسها تكون مطلوبه، واظبط السيت اب بتاع الجيج كويس، حط الكاتيجوري بتاعي مظبوط يعني، اظبط السيت اب بتاع الجيج وانا بعملها كويس من ناحيه الاس اي او، من ناحيه الكاتيجوري بتاعك والديسكريبشن بتاعك والسعر. طيب وخلاص انت بقى بعد كده بتخش في البول او في السيركل بتاعت الالجوريثم بتاعت الموقع، وهو بيبتدي بقى ايه يعني يظهرك للناس. طب البورتفوليو والكلام ده ما كانش فيه حاجة معينة طبعا انت حطيتها في الاول على فايفر، بحيث الناس لما تدخل عندك على البروفايل تلاقي حاجة او كده؟ اكيد حطيت ان انا خلال المنحة انا اشتغلت على مشاريع اخدتها بعد ما خلصت، جربت وتحديدا في الويب يعني، رحت على موقع مثلا زي ووردبريس، عملت موقع وابتديت اخد منه سكرين شوتس واحطها يعني مش مع البروجكتس بتاعت الشغل المنحه بتاعت اف دبليو دي، زائد الحاجات اللي انا ابتديت اعملها بنفسي حتى من غير ما حد يطلب شغل يعني. انا رحت عملت موقع ال ام اس يعني ليرنينج مانجمنت سيستم كامل على ووردبريس من غير ما حد يطلبه، بس هو مطلوب وديماندنج، حاجه مطلوبه وحاجه لما تحطها الاس اي او يعني بتاعها مطلوب، كان في الوقت ده تحديدا مع كورونا حاجة زي دي كانت مطلوبة. فأعتقد كل دي أسباب مع بعضها كلها بتخليني أظهر في السيرش. طيب بالنسبة للبرايسنج، كتير لما بتيجي تختار أي تخصص في فايفر مش هتقدر تقل عن $5، وكتير قوي ممكن تلاقي منافسين ليك أغلبهم بيقدموا نفس الحاجة اللي انت بتقدمها ومعندهم تقييمات أكتر وبنفس $5. إيه اللي يخلي المنافس يختار حضرتك وما يختارش الناس التانية؟ والله أنا يعني زي ما بقول حضرتك، انا بعمل اللي عليا، الله اعلم يعني. انا بص حضرتك، ممكن لاول مره اقول لك دي يعني تمام، دي اسباب وكده والسيت اب بتاعك والاس اي او بتاعك والكلام ده، انما لما العميل يبتدي يطلبك تاني وبيبقى كونتينوس كاستمر ويبتدي يطلبك مره واثنين وثلاثه وعشرة و11، الى الان انا معايا يعني تاني عميل من فايفر الى الان هو معايا، وداخلين في 10 11 جيج الى الان في حاجات متنوعه كتيره. لما بس هو بتبتدي انت تفتح معاه شغل، انا بعرف اعمل كذا، ما تدققش في السعر، خد الانيشيتيف، ابتدي، ما تقولش لا للشغل، ما دام عندك المقومات وانت حاسس عندك المقومات، في حاجات ناقصه هتكملها بالسيرش وبالبحث وبالمعرفه، بس خد المبادره وابتدي. ده اللي بي 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 بيكمل وبيخلي العميل يطلبك مره واثنين وثلاثه، ان انت يعني ما بتدققش في سعر قوي. وان كنا وصلنا كمان لمرحله دلوقتي هو الراجل بيصر، لازم بيقول لي قول لي انت هتاخد كام في الشغل ده، قول له والله اللي انت عايز تدفعه، لا لازم تقول لي رقم، واقول له رقم ما بيتكلمش فيه، فخلاص وصلنا
لمرحلة من الثقة ان هو يعني الدنيا خلاص بقت ماشية ثموس بفضل الله يعني طبعا يعني وبالاسباب اللي انا قلت لحضرتك عليها. واعتقد برضو احد الاسباب ان حضرتك زي ما ذكرت في الاول انك بتقدم فاليو قوية جدا، يعني طالب فيديو بتقدم له 30 فيديو، فلما بالزبط. حد بيشوف الاوفر ديليفرينج ده كله، فدي اعتقد انها من اكتر الحاجات اللي بتميز الجيج بتاعتك عن غيرك في فايفر تحديدا. نصيحتك ايه للناس اللي لسه بتبدا بقى وقلقانه وخايفه ومش عارفه تعمل حاجه وخايفه تشتغل اول شغلانه فتغلط فيها وتاخد ريفيو وحش، تنصحهم بايه؟ اشتغل، ما تقولش لا الشغل خالص، ما تقولش لا الشغل خالص. عندك المقاومات، عندك واحد اتنين وناقصك ثلاثة واربعة هيجوا هتتعلمهم اثناء الشغل. الضغط بيعلم، لازم يبقى فيه شالنج، لازم يبقى فيه تحدي في الموضوع. التحدي ده اللي هو اللي بيخلينا نتعلم، هو اللي بيخلينا نشتغل. ما تقلقش خالص، اوعى تقول لا الشغل، اوعى تقول لا الشغل. بالمناسبه فايفر حضرتك بتتعامل فيه مع عملاء اجانب اكيد، هل اللغه كانت عائق او حسيت ان انت لازم تكون بتتكلم بيرفكت في الانجليزي علشان تعرف تتعامل مع ناس او كده؟ لا 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 خالص خالص خالص، وهم قدروا كده. الاكسنت عندي مش قوية جدا خالص يعني، كلها سمع يعني، بس هم قدروا ده جامد جدا. انا بكتب كويس، ف 90% من التواصل بيبقى كتابة. بعد كده خلاص عرفنا واخدنا على بعض، يعني العميل اللي مستمر معايا ده اخدنا على بعض، بنفتح والله تليجرام بقى، بنفتح حاجة بنقعد بالساعة والساعتين نتكلم يعني، طول ما انا شغال هو قاعد معايا اونلاين بنتكلم. فلا لا لا اللغة ما فيهاش اي مشكلة خالص، تهتها مش تهتها. راجل امريكاني نيتيف يعني، متحملني الى اقصى الحدود يعني، فوق ما تتخيلوا. موضوع اللغة ده ملهوش علاقة خالص بالشغل يعني. المينيمم يبقى عندك، المينيمم اللي انت وصل بيه اللي انت عايز تقوله بس. والكتابه طبعا يعني اعتقد الاغلبيه عندنا الكتابه احسن من السبيكنج يعني، الرايتنج احسن من السبيكنج اكيد. طيب هل قابل حضرتك اي حد كان عايز يتواصل معاك بره فايفر، او ياخد الكلام بره فايفر، او يشتغل معاك بره فايفر؟ ممكن في مواقع تانية يعني، قابلت حاله نصب على بيبل بير اور، اب وورك ممكن يسحبوني بره، وبيبل بير اور بيسحبوني بره. فايفر مش عارف طبيعته كده يعني، ما قابلتش الموضوع ده خالص ان حد حاول يسحبني لبره او نصب او مش يعني، مش عارف فايفر ظابط الموضوع ده ازاي، مش عارف. هو لا هو بص، هو فايفر شرس جدا في الموضوع ده. انا عايز اقول لك ان انا الاكونت بتاعي اتقفل على فايفر، انا كنت ليفل 2 سيلر ومحقق فوق ال $40,000 عليه واتقفل. فده كان الحجه الاساسيه عندهم في ان انت تتواصل مع العملاء بره البلاتفورم. فيعني يا ريت اي حد من اللي بيسمعونا دلوقتي وحضرتك برضو مع فايفر تحديدا، لا يعني الكلام عندهم بره المنصه ده خط احمر تماما. المسجز نفسها، المسج طول ما انا جبت بكتب كلمه باي يبتدي يقول لي تكير انت ممنوع، باي بال، ايميل، الحاجات دي كلها بتعمل فلاج للسيستم. بالظبط، اي كلمه بتخرجك بره المنظومه الموقع في الشات لحظي. هم الالجوريزم عندهم قويه جدا. تمام، حضرتك عايز تضيف اي حاجه تانية؟ يعني ما اعتقد قلنا كل حاجه، بس يعني الناس في وقت هتاخده عقبال لما يجي لك شغل، وعقبال لما تاخد على حته البروبوزلز. يعني طبعا استفدت كتير من حضرتك في حته ازاي نكتب بروبوزلز، وخاصه الويبينارز اللي كنت بتعملها معانا لايف، وتجيب لنا شغل وتكتب البروبوزل قدامنا وتبعته. الحاجات دي كلها، ويبينار على هنا على معلومه من هنا على معلومه من هنا، نبتدي ان احنا بعد كده ناخد المبادره ونجرب. وربنا يعني ربنا بيكرم، ربنا كريم ومحدش ييأس، هيجي لك شغل. واول ما يجي لك شغل ما ترفضهوش بقى، لا لقيت فيه واحد واثنين عندك، ثلاثة واربعة هيجوا، ما تقلقش. لازم يبقى فيه شالنج. وزي ما قلت لحضرتك في الاول، مش لازم ان انا برضو انا دارس ويب او دارس ماركتنج اروح اعمل الجيجز في اللي انا دارسه. ابتدي اشوف اي انا مهارات عندي كويسه، بديزاين لوجوز كويس، بايديت فيديو كويس، الحاجات دي مطلوبه جدا، ابتدي بيها ان شاء الله هيجي فيها، ومن خلالها الناس هتعرفها. طب هقول لحضرتك على حاجه، كنت بعمل ايه مع العملاء على فايفر او العميل ده تحديدا؟ انا لو دخلت على فايفر عندي هتلاقي جيجز كتيره قوي ملهاش علاقه ببعض. جيج لتحويل الملفات من بي دي اف لوورد، جيج لتحويل طبعا الفيديو اديتنج، جيج للسبورت، للتكنيكال سبورت ريموتلي، تكنيكال سبورت عن طريق تيم
الفيور، الحاجات دي كلها انا ما عملتهاش الا لما ابتدى الراجل العميل معايا ده ايه والنبي عايزك تحول لي بي دي اف يبقى اديت ينفع يتعمل فيه اديتنج. قلت له تمام، عملت له الشغلانه. طب هيحاسبني ازاي وعلى ايه؟ رحت عملت جيج بالتايتل ده وبالديسكريبشن ده وخليته يطلب ويدفع لي من خلالها ويديني رانك الخمسة ستار، يبقى انا الجيج دي اشتغلت بخمسة ستار وهكذا. عنده مشكله في جهازه، خش صلح لي الجهاز ريموتلي. تمام، دخلت وظبطت له الجهاز عايز يدفع لي، رحت على فايفر عملت الجيج للريموتلي تكنيكال سبورت ودفع لي من خلالها وادالي الخمسة ستار، بقت عندي جيج عليها خمسة ستار وشغاله ومطلوبه وهكذا. تخش عندي على فايفر تلاقي جيجز ملهاش علاقه ببعض. هي الدنيا كده، اسعى وما تقولش لا الشغل يعني والسعي نعم يعني الحمد لله بيبقى فيه حسن تصرف ونوعا ما ذكاء. اعتقد كلنا ان شاء الله باذن الله عندنا الموضوع ده، بس احنا ناخد المبادره، ناخد المبادره. بشكر حضرتك استاذ محمد على النصائح الجميله وعلى وعلى انك وفرت من وقتك تلت ساعه دول عشان نقدر نفيد فيهم الناس. والله يا باشمهندس ده عشانك انت، انا والله بجد يعني انت 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 خيرك علينا يعني. الناس كلها عارفه يعني، الناس كلها عارفه اللي حضرتك بتعمله معانا يعني. اي حاجه حضرتك تؤمر بيها احنا تحت امرك. الله يخليك، انا متشكر جدا لكلامك الاكثر من رائع وذوقك ولوجودك معايا، وبشكركم جميعا على حضوركم الفيديو ده ومشاهدتكم للاخر. فريلانس رايزنج جوروس، كان معاكم اسلام صلاح، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.